العالم قدها بالبايدر والاكسون والكل حلو. شوف الاجواء الحلوه. يا سلام يا سلام يا سلام. كمل مسيرتنا يا اصدقاء. أعزائي أصدقائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في كل وقت وحين. هسه أنا وصلت للعلاوي مال النمسا ومال المدينة اللي أنا عايش بيها، بس راح أشوف لكم الناس والأجواء اللي عايشين بيها من ناحية القطارات، من ناحية الباصات، السيستم، النظام اللي هم بيه هنا، المطاعم. طبعا أجواء صيف، طرق اللبس مالتهم شوي يختلف، حاولين هم يلبسون كله حصر وده تشوفون هذا هو المركز مال المدينة او السنتر، احنا نقول العلاوي او باب الشرجي. منها تصعد الناس باصات دنيا. فخلي نروح نشوف شنو اجمل الاماكن هنا اللي موجودة. خلي نروح وياكم يا اصدقائي مباوع. شوف السنتر، خلي نروح للسنتر، خلي نروح للسنتر يا اصدقائي. بنفس الوقت خلي شوية نسولف ونحكي وياكم، بما انه الاوضاع شوي صارت متأزمة بالعراق خلال هاي الاخبار والتسريبات والحديث والكلام. لا زالوا اكو ناس ديوصلون. شلون ديوصلون؟ صارت عن طريق تركيا. تركيا اليوم قصفت العراق، اراضي العراقية، وهذا الشيء راح يأثر ايضا على الناس انه ما راح يقدرون بعد يجون او يزورون او يوصلون تركيا. فراح تتغير كل هاي الطرق وكل هاي الاساليب بالنسبة للناس اللي تريد تجي إلى أوروبا. راح يصبح يمكن الطريق إلا عن طريق الجوازات الشبيه أو هيك ما ذلك. يعني بس مع ذلك أكو ناس جاي توصل وجاي تجي. هاي طبعا النافورة، إحنا يلتقون أغلب الناس العرب أو الأجانب هاي المكان بهاي النافورة لسبب واحد، إنه بملتقى، انه نقطة دالة الناس تلتقي بيها وتوصل إلها. يعني من يقول لك يا بنت وين بهاي المدينة او وين بهاي المنطقة، فيقولون انا يم النافورة واقف انتظرك، او يم هذا التمثال انتظرك. التمثال اللي اقصد به هو هذا، خلينا نشوفه. هذا هو التمثال الكبير او النافورة. يقولون يا بنت احنا واقفين يم النافورة، كان قبل هذا المكان او هاي البناية قبل لا يصير مطعم كان اسمه زارة، محل ما زارة. هسه صار مطعم وبناية ضخمة وفندق بانينة. شوفوا الورد، المدينة او البلدية اللي مسوية هاي الورد. ليش؟ خاطر السائح اللي يجي هاي المدينة يستمتع بالمناظر الجميلة، بالمطاعم، بالناس اللي اذا تشوفوها امامكم. طبعا دول من الصين جايين سواح. خلينا نشوف بعد يعني مو شرط ان من الصين، جزء من اليابان. شوفوا قعداتهم هاي ايضا بايام الصيف بهذا الشكل، يشربون العصائر او المشروبات الكحوليه او يصير موعد لقاءات هنا وسوالف مثل ما تلاحظون امامكم. هذا هو السنتر يا اصدقائي. شوفون ايش قد حلو جميل. طبعا راح تصير وشك الغروب. البنات مالتهم هنا اللبس صراحه شويه كلش قصير جدا، ولهالسبب هذا بعض الأحيان تبس تباوع على الخلقة الربانية اللي الله خالقها، بس ما تقدر تسوي شيء لأنه هو هاي حريتهم، هذا لبسهم، هاي ثقافتهم. اللي يريد يعيش أوروبا لازم يتحمل، ما يصير إنه والله أقول والله هذا ما يصير، هذا عيب وهذا حرام، أنا ما جاي بلد إسلامي، أنا جاي بلد اسمه أوروبي، فإلك ثقافته وقانونه الخاص. فمثل ما تلاحظون امامكم يا اصدقائي هاي القطارات والشارع، وربما انا صورته اني بالايام الصيف او ايام الشتاء العفو من هذا العام. عاده يجون الانديه العربيه مثل الانديه القطريه هنا أنا يسوون معسكرات تدريبيه، او الانديه السعوديه تجي لهاي المدينه. مدينه صراحه كلش حلوه وجميله ورائعه. طبعا اكو قعدات فوق، بس ما اعتقد انه اذا لاحق اشوف الغروب. انا كنت ناوي اصور الغروب، بس ما اعتقد اذا لاحق اصور الغروب او لا. خلوكم يا اصدقائي مستمرين ونروح ونشاهد المحلات والناس والاماكن الحلوه بالسنتر بعد لي قدام.
هواية من الأصدقاء يسألون على موضوع الهجرة واللجوء. أنا أتمنى كل الناس اللي عايشين بالعراق إذا يصير لهم الفرصة ويجون يعيشون بأوروبا، خلي يطلعون يشوفون القوانين ويشوفون النظام ويكونون حياتهم ومستقبلهم. صح الغربة صعبة وشوية راد لها قلب ميت مثل ما نقول، بس لأجل شيء لازم تعوف شيء حتى توصل وتنجح، لازم تعوف الحالة الاجتماعية اللي هي ما موجودة هنا. ما راح أشوف إنه ذاك الاختلاط، ما راح أشوف، يعني شوف أغلب محلاتهم العصرية معزلة، قليل ما إن تكون محلاتهم مفتحة تبقى للعشرة بالليل آخر شيء وتعزل، فما راح أشوفها مثل ما هي موجودة بالعراق، يبقون للثنتين ثلاثة بالليل، بتعرف. فلها سبب هذا، هاي هم بناتهم ونسوانهم أو شبابهم يتحركون بهذا الشيء، محلات التجارية، الماركات العالمية، السواح هنا اللي يجون، المتاحف هنا أمامكم، هذا متحف، البايسكلات هنا أيضا. فمثل ما قلت لكم يا أصدقائي، الشخص اللي راح يجي هنا راح يشوفها صعبة، خاصة تجي وقت الغروب، يقول أنا جابني هنا، هذول كلهم أجانب، أنا وين هسه لو يم أصدقائي لو بالقهوة، يعني جابني على هالغربة، هاي الغربة صعبة. شوف هسه مثلا هاي هنا بنية وبنية، إذا تعرفون هاي الحالة، بنية بنية تعرفون هاي الحالة. بعد إنه موضوع إنه بنية وبنية علاقة، عرفتوا موجودة المثلية، إحنا نقول أنا راحت من بالي هاي، يعني ما أعرفها، لأنه أي المثلية ذولا ماكو، موجودة عندهم بكثرة. هاي هنا طبعا اجي اباع مرات على الساعات الماركة العالمية هنا، أنا اللي هي الرولكس، دائما يكون هنا بيها حرس طبعا، بس هسه معزل هذا المكان لانه عبرت الساعة 8 كلها راحت لبيوتها. اكثر شيء هنا موجود الايس كريم، موجود الكافيهات، بس انا اخذ لي يعني فرة شوف المدينة، خلي نروح للنهر شوفكم اجواء النهر واجواء الجسر ابو القفاله مال العشاق. طبعا شوفوا هاي الكافتريات، انا دايم بصف الكافتري، يعني جد حلو، تباعون على الناس شلون يشربون عصاير، شلون يسولفون. شوفوا هنا انا اشوف، خلينا نشوف شو مسوي، مسوين تحفيه من الرمل، انه يرسمون في الشغله من الرمل، تعالوا خلينا نشوفه، شوف شو مسوين، او اشبانين او شو مخلصين، خلينا تعالوا نشوف. طبعا هذا رمل هنا جايبينه حقيقي وناقشينه نقش امامكم، تخيلوا طبعاً هنا اخربه شو يصير بيه لو النقش اللي يتخبل. شوفوا امامكم هذا من الرمل ناقشينه، خلينا نشوف بعد هاي اللوحة اللخ ثانية عن النبي عيسى، يعني من هذا الشيء من الرمل مسوينه. شوفونا امامكم، شوفوا هنا الاطفال شلون مونسيهم، باعوا الاطفال هنا أنا جايين يلعبون بالرمل ويسوون فد ايضا تحفيه مثل ما هي موجوده هنا. هاي كنا حاطين على الرمل ناس تكتب بالاسماء او هيك شيء. شوفوا شوفوا هنا أنا شيت حلو صان مسوين من الرمل، يا سلام يا سلام. طبعا انا دا احاول اكنك انترنت مجاني، مع العلم عندي انا انترنت، بس دا اشوف انه يجيني انترنت هنا. أنا شوفوا هنا السواح العالم الاجانب، شوفوا امامكم هنا أنا. هذا هاي اللوحة الفنية جميلة، يا سلام يا سلام، شي حلو روعة صراحة. شوفوا هاي هنا السنتر او المركز، خلينا نكنك على تليفوني احسن. شوفوا هاي هي المدينة الرئيسية او القلعة الكبيرة للحاكم المدينة هنا يكون قاعد، ودقت هسه الكنيسة، سمع الكنيسة دقت قطار، يا سلام مكانكم خالي صراحة، خاصة الأطفال اللي يلعبون بهاي الأماكن الحلوة الجميلة.
خلينا ناخذ لنا كم صوره شويه نسويها ستوري للانستغرام. شوف العالم يا اصدقائي، بعد فرجع العالم حياتهم مش قد حلوه. صراحة متألم أنا جدا إنه ما موجودين أنتم هنا، وكان شفتوا هذا الشيء بعيونكم شلون حلو الأجواء، بس قلت لكم إنه تفقدها فقط إنه الحياة الاجتماعية ماكو، يعني أنا لوحدي أفتر. تشوفون نكمل مسيرتنا يا اصدقائي، نروح على جسر الاقفال مال العشاق نشوف لكم اياه. طبعا طبيت بشارع فشي جميل كلش، راح اشوف لكم اياه. هذا ممنوع يفوتن به السيارات، فقط القطارات. راح نروح نشوفه امامكم. هذا الشارع به عباره عن محلات والقطارات والبايسكلات والعشاق والهدوء، اجواء دنيا صيف، والمحلات المشروبات والمطاعم والايس كريم. بس بدك تتمشى هنا، بس يريد لك مجموعه من الاصدقاء وياك مو لوحدك تتمشى. فانا رايح على جسر الاقفال هنا، أنا كل حبيب وحبيبه يروحون يقفلون قفل على ابو انه العلاقه طول. هاي يعني عاداتهم وتقاليدهم الحلوه اللي نعرفها احنا. بس شوفوا المناظر، الالوان جميله يا اصدقائي. يلا نروح نوصل وياكم الى الاقفال. انا يا اصدقائي وصلنا جسر الأقفال، امشي يعني حاول سريع، دا حاول اخذ لك كم لقطة حلوة. اسمع صوت موسيقى اكو، خلني اشوف شكو. يا سلام، حفلة اكو، يمكن حفلة، حفلة دا اسمع والله صوت حفلة ودق ورقص. اي والله حفلة، والله حفلة، باعوا. يا سلام سلم، والله عبود يا ما بخدك يا ما حظك حلو. شوفوا تفرجوا، شوفوا شلون مونسين العالم. أجواء الاحتفالات، العالم باع وباع. هاي هي الأقفالة مال العشاق، هاي الأقفالة مال العشاق، شوفوها أمامكم، شوفوها. يا سلام، باعوا عليها من هنا. شوفوا البحر والنهر، شوفوا البنات الحلوة هنا. يا سلام يا سلام، يا مجمل. شوفوا شلون مهندسين العالم، قد حلو الباب مكسور، كل حلو. شوفوا الاجواء الحلوه. يا سلام يا سلام يا سلام، سلام. هيك مونسين العالم، شفتوا يا اصدقائي؟
يوقفون الناس يسمعون اغاني يشربون عصير كولا بير يديرون جههم يروحون ويرقصون هم على الواقف وهم على الماشين. فالاجواء كلش حلوه ورائعه صراحه، يعني النقله مهمه جدا جميله صراحه، اشياء كلش حلوه ورائعه. على الطريق واحنا ماشيين راح نشوف الطريق نكمل مسيرتنا. تشوفون هنا يطلبون مشاريب وكذا ويقعدون، وهي اجواء المدينه السنتر. شوي حبيت اغير لكم بالنشر خاطر تصير عندكم اجواء حلوه يعني تستمتعون ايضا يا اصدقائي. بس نروح نكمل طريقنا يا اصدقائي الى السنتر مره اخرى، ونروح نرجع على صديقنا ناكل يمه لفه فلافل وبقلاوه ونرجع للبيت وننهي حلقتنا من يمه يا اصدقائي. خلونا يلا.